جديد بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن معانا قامتين كبار جدا في النادي الاهلي، ابدا طبعا بكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن الكابتن اسامه حسني. كابتن شريف طبعا احد النجوم من النادي الاهلي. النهارده عايز اخد انطباعك كعضو للجمعيه العموميه، بتشوف التصريحات الانشاءات التكريم لمجلس اداره النادي الاهلي، المفاجاه الطبيه كمان لموضوع فيروس سي، حاجات كتيره جدا ورائعه جدا. شايف النهارده اليوم ازاي بالنسبه لك؟ مفاجات كتيره في 3 اشهر، يعني ما شاء الله الحاله اللي في مصر كلها من انتخاباتنا وبنثبت للعالم كله ان احنا قادرين على مصيرنا بايدنا. ليه شخص كابتن محمود الخطيب والجمال والحب وكيان ومبادئ والنادي الاهلي، بقالنا كتير قوي ما شفناش التطور ده، ما شفناش الفكر ده، ما شفناش الاستثمار ده، ما شفناش الحب الداعم ده للنادي. مع احترامي لكل الرؤساء اللي كانوا موجودين، ايه الناس اللي بتجري علينا دلوقتي دي؟ ايه الحب اللي محبوب فيه محمود الخطيب وهو في الملعب؟ ما شاء الله الله اكبر، يعني ربنا يديله صحه طبعا، دي بيتضرب عين كل 5 دقايق. ليه؟ لان هو الحقيقه خد من كل الناس اللي حكموا النادي في مجلس الاداره قبل كده، خد من كل حاجه، خد من كل الدنيا. فهو النهارده بيدينا رساله صغيره في 3 اشهر، اللي بيحب النادي الاهلي يبقى هو ده. من تكريمات بقى، من دعمات صحيه، من الراجل مزخر نفسه للنادي الاهلي، خلاص يعني كل الاحترام وكل التقدير ليه، كل الاحترام الاكثر لانسانيته اللي هي موجوده، والدعم الكبير لمجلس ادارته الحقيقه الاحترافي اللي هو موجود. فانا مش بشكره بس، انا سعيد ان انا كنت موجود النهارده في المهرجان، ولو ما كنتش جيت كان هيبقى فاتني كتير قوي. كابتن شريف طبعا بروح لكابتن اسامه طبعا. كابتن اسامه يمكن شهادته مجروحه شويه يا كابتن شريف طبعا، انت عارف، لكن انا هساله كعضو. مش هيتكلم اكتر من حاجه، اسامه طول عمره يعني من احسن الناس اللي لعبوا كوره في النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه احنا عارفينها يعني طبعا. فده شخصيه جميله جدا، الناس المحبه جدا. هدف كاس مصر 2007 كان واللقطه بتيجي بعد اه طلعت في السماء وهو بيجيب الجول وده. لا حاجه، اتفضل يا كابتن. اتفضل كابتن اسامه حسني طبعا، كابتني وواحد من نجوم النادي الاهلي. كابتن اسامه، النهارده يمكن بتشوف كعضو للنادي الاهلي وليس لاعب كره في النادي الاهلي، بتشوف الامر ده ازاي كابتن اسامه؟ الانشاءات الجديده اللي احنا منتظرينها، موضوع الطبي والمفاجاه الطبيه الرائعه جدا اللي فعلا كنا منتظرينها من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره، بتشوف اليوم بشكل عام النهارده ازاي كابتن اسامه؟ والله النهارده يعني زي ما كان شيء بيقول شهادتي مجروحه، لكن يعني النهارده كابتن محمود خطيب زي ما كان بيمتعنا في الملعب باهدافه، النهارده بيمتعنا بكلمته للجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي. لفته طيبه جدا النهارده مفتقدينها الفتره اللي فاتت، ان نشوف ان النادي الاهلي كابتن محمود خطيب بالمجلس الاداره يكرم قدام النادي الاهلي، الناس اللي اعطت على مدار سنوات طويله للنادي الاهلي، الناس اللي اخلصت وعملت على رفع اسم النادي الاهلي، النهارده يبقى ليها يوم تكريم. والنهارده مش اخر يوم تكريم، بالعكس هيبقى في ايام التكريم ممتده، وهيتم تكريم اعداد كبيره جدا من الناس اللي خدمت النادي الاهلي. النهارده برضو شفنا لفته طيبه جدا، يعني حاجه تليق باعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، التطورات اللي هتتم من اسوار وبوابات ومباني اجتماعيه جوه النادي ومساجد، فدي حاجه كويسه. وهم بيكملوا برضو، يعني ما بقولوش احنا اللي عملنا ده، لا ده بيكملوا مجال السابقه، دايما الاجيال يعني بتتواصل مع بعضها كلها. انا يعني كابتن محمود الخطيب قريب منه جدا، عنده ألم صعبه جدا على ظهره، ولكن هو بيتحامل على نفسه، جاي على نفسه ده كله علشان النادي الاهلي وخدمه اعضاء النادي الاهلي. وهو كان في الندوات قبل ما يتم انتخابه قال كلمه بسيطه، قال انا عمري ما هغامر باسمي ولا بتاريخي ولا باسم محمود الخطيب عشان اوعد بحاجات عمرها ما تتم. النهارده كل اللي بيقوله فعلا بيتم النهارده على ارض الواقع، وهو عايز يحط النادي الاهلي دايما في اعلى مكانه. شكرا شكرا كل شكر والتقدير طبعا لكابتن اسامه حسني وكابتن شريف عبد المنعم. اروح طبعا لزميلي